واصلت السلطات المحلية بالعيون حملات التوعية والتحسيس لفائدة الساكنة من أجل حثها على احترام القواعد الاحترازية والتدابير الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وشكلت هذه المبادرة مناسبة لتسليم الكمامات الوقائية لممثلي المجتمع المدني لتوزيعها مجانا على المواطنين وحثهم على أهمية احترام الإجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطات المختصة من أجل التصدي لهذه الجائحة. نظرا لارتفاع الوفيات في المغرب وتزايد عدد الاصابات في كوفيد 19 قررنا اليوم كاننا نقسموا الكمامات ونقوم بتوعيه الناس بالتباعد متر بينهم. خلال هذه الحملة تم تذكير المواطنين بقواعد الوقاية من كوفيد 19 ولا سيما ارتداء الكمامات واحترام مسافة الأمان والتباعد الجسدي بالإضافة إلى تدابير النظافة. كما دعت السلطات المحلية المواطنين إلى الالتزام بشكل مسؤول بالإجراءات الوقائية لدعم جهود السلطات العمومية والصحية للحد من انتقال هذا الفيروس. في إطار هذا كوفيد 19 لصراحة هذا الوباء هذا خلق لنا مشكل في جميع المسائل لا اقتصاديا ولا اجتماعيا ولا ذهنيا ولا هذا، ولكن هذا من امر الله سبحانه وتعالى وكنطلب الله سبحانه وتعالى باش يرفع عنا هذا الوباء، وحنا كمجتمع مدني جنود مجند وراء صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله. وهذه المبادره اللي تلقى السيد الوالي والمنتخبين مبادره جيده بان باش كل مواطن تكون عنده كمامه ديالو، وهذا صراحه كيفرحنا. من أجل مراقبة الوضعية الوبائية في الجهة وتفادي انتشار أوسع لفيروس كورونا المستجد، تم تجهيز فضاءات للفحص وإجراء اختبارات للكشف عن كوفيد 19 بالمدخل الشمالي لمدينة العيون للمواطنين العائدين من عطلتهم وميناء العيون للبحارة والعاملين بالوحدات الصناعية ووسط المدينة لمختلف الهيئات والمؤسسات، وذلك من أجل تجنب انتشار الفيروس وتسهيل عملية الكشف عن المخالطين.